مؤخرا في الشهر جونفي يعني عام 2020 عندنا حالة وفاة أي إعلان أي انترفونسيون كل ما يخص المصالح المالية خاصة بالولايات المتحدة على المستوى الوطني كاين برشا المركز الوطني للإحصاء والإعلام كاين في الدار ونحن لا نشوفوه لا والو ولا التركيب الخاطئ خاصة في ليلة تعليمة السيد المدير العام للبنية المدنية فيما يخص إجراء مختلف الحملات التحسيسية خاصة اختناق الغاز نظرا لتضاعف ضحايا البشرية المادية التي تشهدها عبر التراب الوطني وولايتنا وتحت إشراف السيد والي ولاية تبسة من أجل الحد أو التقليل من هذه الظاهرة تم تشكيل لجنة مختصة من طرف مصالح البنية المدنية ومديرية التجارة ومصالح صنع الغاز وكذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية ومديرية التربية. هذه اللجنة تجوب العديد من المحلات ونقاط البيع خاصة أجهزة التدفئة. كذلك من الجانب التحسيسي تقوم بزيارة مختلف الحملات تقوم بزيارة مختلف المؤسسات التربوية وهذا لزرع الثقافة الوقائية خاصة من خطر اختناق بالغاز.